هيجيب منين؟ يصرف ازاي؟ يودي ولاده مدرسه ازاي؟ ياكلهم ازاي؟ يدفع كهربا وميه ويجيب لبس ازاي لما الدنيا تبقى صعبه كده؟ فالفكره كلها ما كانتش ابدا ازمه اولويات، لا، الموضوع كان واضح ان لابد ان الدوله دي تتماسك باسرع ما يمكن. لكن خلي بالكم، لو حليت ازمه الدولار فيك يا مصر ولا يهمني اي حاجه تاني. الأزمة دي إيجابيتها حاجة واحدة بس، فرض الحل علينا إن إحنا لازم نحل مسألة الدولار بشكل إيه بقى؟ نهائي. يعني المطلوب إن إحنا في مدة زمنية قليلة نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر لمعدلات تخلي إن حجم الدولار المتاح بشكل طبيعي سلس يبقى يكفي الانفاق على هذا الاستيراد. انا قلت قبل كده احنا عايزين 100 مليار دولار صادرات من 4 سنين. طيب عملنا كده؟ لا. الناس بقت تستسهل رجال الاعمال، ان الكل كان بيفضل ان هو يجيب من بره على ان هو ينتج. طالما الدولار متاح هفضل ده ولا اخش في حراك وجهد كبير جدا عشان اخلي المنتج ده في مصر. ده اللي حصل الفتره اللي فاتت. هديكم مثال على مثلا في السلع الاساسيه. احنا من 3 سنين قلنا ان احنا رايحين على تقريبا 3 4 مليون فدان يكونوا داخلين للانتاج. ولا عايز تقول لي ايه؟ لا طبعا حضرتك بتقول لو تسمح لي يعني ان